بعد تالت حلقة حسيت ان الناس اتشدت قوي المسلسل ومتابعين جدا وبدأوا يتفاعلوا مع شخصية فاتن، وخدت الجايزة بتاعتي. يعني كتير تعليقات حلوة، كتير الناس مبسوطة باللي انا بعمله، جدعانة الاخت، الضحك اللي في نص الحاجات، ردود افعالها اللي بتحصل من فاتن تجاه ياسر البخيل. كنت فرحانة، بقول دايما ان لما بتبقى ردود الافعال سريعة للفنان بتطمنه. انا من الممثلين بتوتروا من اول ما بقرا الورق، من البروفات طول الوقت وانا شغالة وبصور مش عارفة حلو مش حلو، هيعجب الناس، بقدم جديد، انا ماشية على خطى سليمة، يعني بجدد من نفسي، بطور من نفسي، ده بيقلقني جدا. فلما خدت ردود افعال واحنا لسه كمان بنصور كنت فرحانة جدا ومطمنة جدا، بقول الحمد لله الحمد لله انا يعني قدرت اقدم جديد وابسط الناس. اكتر بقى تعليق بيضحكني دايما لانه جالي حاجه شبه كده، كان مثلا في وانا بعمل بيت رفاعي كانوا بيقولوا لا المخرج كده بيلعب في الثوابت، حبيب جمل تعمل شريره.